هاي مثل كل تنين على شاشة المستقبل، موعد مع الاقتصاد مع أرقام هامة وبتهمكن بحلقة جديدة من بزنس ماج. واليوم ببزنس ماج مواضيع كتيرة من لبنان والعالم، عن قطاع تكنولوجيا، السياحة، الطيران، السيارات، بالإضافة لأرقام عن كبرى الشركات العالمية والأخبار الأبرز لليوم. الدين العام اللبناني بيرتفع بشكل ملحوظ ل 65 مليار دولار مع تراجع طفيف بنسبة الدين الخارجي. بصناعة السيارات، نيسان اليابانية تسجل أرباح أفضل من التوقعات، وكرايسلر الأمريكية تسجل خسائر على الرغم من ارتفاع بمبيعاتها. و15 مليار دولار كلفة إنشاء مطار حمد بالدوحة، و12 مليار دولار قيمة التأمين على المطار الجديد. جوجل جلاس بالأسواق الأمريكية وجدل واسع حول السعر المرتفع، بالإضافة لمخاوف على الخصوصية. بداية حلقتنا مع الأخبار المحلية، فبحسب إحصاءات وزارة المال وجمعية المصارف لبنان، ارتفع الدين الإجمالي ب 120 مليون دولار خلال أدار 2014 ل 65.1 مليار دولار مقارنة بشباط 2014. أما على صعيد سنوي، زاد الدين العام الإجمالي ب 7.3 مليار دولار من 57 مليار و 760 مليون بنهاية أذار 2013، وارتفعت حصة الدين الداخلي ل 59.5% من إجمالي الدين العام، بحين تراجعت حصة الدين الخارجي ل 40.5%. خلينا نفصل هالأرقام ونفهم أكثر كيف تطور الدين الداخلي والخارجي. على صعيد الدين الداخلي هناك ارتفاع بنسبة 14.5% على صعيد سنوي ل 38.7 مليار دولار، بالمقابل تراجع الدين الخارجي بنسبة 0.15% خلال أدار 2014، إلى أنه سجل زيادة سنوية بلغت نسبتها 10.1%، وزادت ودائع القطاع العام ل 10.77 مليار دولار مع نهاية أدار. كما ارتفع صافي الدين العام بنسبة 8.5% على صعيد سنوي ل 54 مليار و 330 مليون دولار. من ناحية تانية، تطور صافي الدين الإجمالي بنسبة سنوية مركبة وصلت لحوالي 5% خلال الفترة الممتدة بين آذار 2007 وآذار 2014. بدراسة عن عالم الأغنياء نشرت حديثاً بتقول أنه لندن فيها أكبر عدد من مليارديرات بالمقارنة مع أي مدينة أخرى بالعالم، وأنه بريطانيا هي أول دولة بالعالم بعدد المليارديرات نسبة لعدد السكان. الدراسة أجريت لمصلحة صحيفة ساندي تايمز البريطانية، وفيها أنه لندن بتحتوي على 72 ملياردير من أصل 104 بعموم بريطانيا، وهيك بتتقدم بفارق كبير عن موسكو اللي إجت بالمرتبة الثانية مع 48 ملياردير. أما نيويورك فجاءت بالمرتبة الثالثة مع 43 ملياردير، تليها سان فرانسيسكو 42، ولوس أنجلوس 38، وهونغ كونغ 34 ملياردير. وبيوصل مجموع ثروات مليارديرات بريطانيا اللي عددهم 104 ل 301.3 مليار جنيه استرليني، أي 368.5 مليار يورو، علما بأنه عددهم كان العام الماضي 88 ملياردير، وبلغ يومها مجموع ثرواتهم نحو 250 مليار جنيه استرليني. نبقى بلبنان مع خبر إيجابي عن قطاع السياحة، وبعد إعلان المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي عن رفع الحظر عن سفر رعاياها إلى لبنان، واضح أن الحكومة اللبنانية ساعدت ونجحت بإقناع المملكة ودول خليجية أخرى برفع الحظر. وكان وزير السياحة اللبناني ميشيل فرعون قام بزيارة مع وفد من القطاع السياحي اللبناني إلى الخليج للبت بهالملف قبل موسم الصيف. هون بدي يشير إلى أن السياح العرب شكلوا 34% من عدد السياح يلي زاروا لبنان خلال السنة الماضية، على الرغم من تراجع أعدادهم بشكل كبير بفعل الحظر يلي متصل بالأوضاع السياسية والأمنية. خلينا نذكر أنه بحسب الأرقام الصادرة عن مجلس العالمي للسياحة والسفر، من المتوقع أنه تبلغ واردات السياحة بلبنان 9 مليار دولار خلال السنة الحالية، أي ما يعادل 19.3 من الناتج القومي اللبناني. أما لسنة 2013، وبسبب الظروف الأمنية والسياسية، فما تعدد مداخيل السياحة إلا 3.23 مليار دولار، أي ما يقارب 7% من الناتج القومي، وهي نسبة متدنية جدا. وإذا بدنا نترجم هالأرقام بالنسبة لعدد الوظائف، فبحسب المجلس العالمي للسياحة والسفر، بلغ عدد الوظائف المتصلة بالسياحة بلبنان خلال السنة الماضية 2013 95,200 وظيفة، وهالرقم إذا ما صحت التوقعات للسنة الحالية مرجح أنه يكون أكبر ويزيد بنسبة 2.4% بالحد الأدنى، طبعا هيدا إذا رجع الاستقرار الأمني والسياسي.
ببزنس ماج رح منتابع التطورات والاستعدادات للموسم السياحي بالأسابيع المقبلة، ورح منكون مع عدد من المعنيين بقطاع السفر، الفنادق والمطاعم لنرصد الحركة السياحية بموسم الصيف. ومن أرقام السياحة بلبنان بنروح بجولة مختصرة ومفيدة على أهم الأرقام من حول العالم مع التن نمبرز. باسل رح يطير فينا على قطر ليخبرنا عن مطار الدوحة الجديد. وصلت الطيارة يا عبير، وهلا تحت الهواء حتخبريني شو بدك من ديوتي فري. مشاهدينا، افتتحت قطر الشهر الماضي جزئيا مطار حمد الدولي يلي بتبلغ قدرته الاستيعابية 30 مليون مسافر بالسنة، وبيمتد على مساحة 29 كيلومتر مربع. وكشفت الهاء العام للطيران المدني بقطر انها وقعت مع شركة قطر للتأمين عقد تأمين مطار حمد الدولي الجديد بقيمة 45 مليار ريال، أي ما يعادل 12 مليار دولار ونصف المليار. وأوضحت الهيئة أن قطر للتأمين فازت بالعقد بعد منافسة مع 6 شركات محلية استوفت الشروط المطلوبة. وبحسب مصادر صحفية، تجاوزت الكلفة الإجمالية لمطار حمد الدولي الجديد 15 مليار دولار، ورح بحل مطار حمد الجديد تدريجيا مكان مطار الدوحة الدولي اعتبارا من الشهر الحالي. أرباح نيسان بتفوق التوقعات وبتتفوق على الشركات المنافسة. كرايسلر تسجل خسائر بالربع الأول من السنة، وجوجل جلاس بالأسواق وتثير جدل واسع بأمريكا. التفاصيل عن هالأخبار بعد البريك. Thank you.
فيكم جديد ببزنس ماج، المجلة الاقتصادية الوحيدة على التلفزيون بلبنان، ومنتابع مع خبر عن شركة ياهو يلي استحوذت على تطبيق التراسل الفوري برينك. وبناء على هالعملية رح بيتم إلغاء التطبيق من متجري أب ستور وجوجل بلاي، ورح ينضم فريق عمل بلينك المكون من 7 أشخاص للعمل بشركة ياهو بقسم سمارت كوميونيكيشن برودكت. وبحسب ما ذكر موقع سينت المختص بأخبار التكنولوجيا أنه ما توفرت حتى الآن أي معلومات حول قيمة الاستحواذ. وبيسمح تطبيق بلينك للمستخدمين إرسال النصوص والصور والرسائل الصوتية تماما، كما هو الحال بتطبيق سناب شات يلي استحوذت عليه شركة فيسبوك العام الماضي. يبدو أنه تراجع قيمة الين عم بيساهم بشكل كبير بتحسين أرقام العديد من الشركات اليابانية. من أسبوعين شفنا كيف ساهم هالعامل برفع أرباح العملاق الإلكتروني باناسونيك، هالمرة دور عملاق تاني، حيث سجلت شركة نيسان اليابانية لصناعة السيارات ارتفاع بنسبة 10% بأرباحها بفضل المبيعات الجيدة اللي حققتها وخفض التكاليف، بالإضافة لتراجع قيمة العملة اليابانية الين. نيسان أكبر منتج لسيارات باليابان أعلنت أنه صافي أرباحها السنوية اللي بتنتهي بآذار بلغت 3.8 مليار دولار بفضل زيادة المبيعات لأكثر من 20% يلي سجلت 102 مليار دولار تقريبا. وبتتوقع نيسان تحقيق المزيد من النمو خلال العام الحالي بفضل زيادة مبيعات علامتها التجارية داتسون اللي طرحت مجددا بالأسواق الناشئة. تراجع قيمة الين مقابل العملات الأخرى دعم شركات صناعة السيارات اليابانية بزيادة أرباحها، خاصة من المبيعات بالأسواق العالمية. وكانت شركة تويوتا أكبر مصنعي للسيارات اليابانية، أعلنت الأسبوع الماضي عن أرباح صافية بلغت 17.8 مليار دولار وهو تقريبا ضعف اللي حققته الشركة العام السابق. بدي أشير إلى أنه نيسان رفعت حاليا من قدراتها التصنيعية بتايلاند، الصين وروسيا. من الصانع الياباني مننتقل للصانع الأمريكي، وبعكس نيسان أعلنت كرايسلر ثالث أكبر الشركات لصناعة السيارات بالولايات المتحدة الأمريكية عن تحقيق خسارة بقيمة 690 مليون دولار بالأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بالمقارنة مع ربح بقيمة 166 مليون دولار بالفترة نفسها من السنة الماضية. وأوضحت الشركة أن السبب الرئيسي للخسارة بيعود لعملية السيطرة على كرايسلر من قبل الصانع الإيطالي فيات، حيث تم تسديد ديون بقيمة تخطط المليار دولار، إضافة لتكاليف خاصة ببرنامج الرعاية الصحية للعمال المتقاعدين. وأوضحت الشركة أن صافي الدخل الفصلي بلغ 486 مليون دولار وأن الإيرادات بلغت 19 مليار دولار بزيادة 23% عن العام السابق. وزادت مبيعات المركبات على مستوى العالم 10% ل 621,000، حيث شهدت كرايسلر طلب قوي على جيب شيروكي الجديد وشاحنات رام. وكانت أعلنت شركة فيات بكانون الثاني أن سيطرت بالكامل على كرايسلر جروب من خلال اتفاق بلغت قيمته 4.3 مليار دولار أمريكي. خلينا نتوقف مع جولة على أبرز التصريحات السياسية والاقتصادية لهالأسبوع مع كوتس. سبب الجدل حول جوجل جلاس وشو سبب الحملة ضد هالنظارات الذكية بعد أيام من طرحها بأمريكا؟ بالتفاصيل بعد بريك قصير. من
من جديد برحب فيكم بالجزء الأخير من بزنس ماج، ومنتابع مع الموضوع الأبرز بقطاع التكنولوجيا لهالأسبوع، والموضوع يلي أثار جدل واسع بأمريكا هو عن جوجل جلاس أو نظارات جوجل الذكية. اليوم أصبحت هالنظارات متواجدة بالأسواق بأمريكا ومتوفرة بأعداد كافية وغير محدودة، بعكس المرة الماضية ب 15 نيسان يلي تم فيها طرح النظارات ليوم واحد كخطوة تجريبية. طبعا الكل كان بانتظار طرح جوجل جلاس يلي من المتوقع انه تحدث تغيير كبير بسوق الأجهزة الذكية وتعطي بوش او دفع لقطاع التكنولوجيا، ولكن على ما يبدو مش الكل راضي عن سعر جوجل جلاس يلي متوفر اليوم بالأسواق الأمريكية وسعره 1500 دولار أمريكي. هالسعر المرتفع أثار جدل واسع بالصحافة الأمريكية وعلى مواقع أخبار التكنولوجيا، خصوصاً بعد ما نشرت مواقع مختصة دراسة تفصيلية عن مكونات نظارات جوجل الذكية ليتبين أن الكلفة الفعلية للنظارات بتراوح بين 80 وال 150 دولار، أي أقل من 10% من سعر المبيع. وبحسب أحد المواقع المختصة تير داون، سعر المكونات ما بتتعدى 80 دولار، أي حوالي 5% من سعر جوجل جلاس. وبالنسبة للدراسة يلي قام فيها IHS مكتب الدراسات المختص بالتكنولوجيا، فالسعر الإجمالي لمكونات جوجل جلاس ما بيتعدى 152 دولار. هون طبعا عم نحكي عن المكونات يلي بتدخل بصناعة الجوجل جلاس، وطبعا هالأرقام أثارت جدل واسع حول هامش الربح الكبير لجوجل من مبيعات النظارات الذكية. بس باسل، بدون ما ندافع عن جوجل، الدراسات يلي أشارت لها ما بتاخد بعين الاعتبار كلفة التصنيع أو كلفة الدراسات والأبحاث، وبالتالي ما بتعكس الكلفة الإجمالية لجوجل جلاس. صحيح عبير، لازم احتساب تكاليف تانية ومش فقط كلفة المكونات الإلكترونية، بس بكل الأحوال هامش الربح لجوجل بيبقى واسع كتير. منبقى نشير إلى أنه النسخة الحالية من جوجل جلاس ما زالت تجريبية، بمعنى أنه ما زالت قيد التطوير وممكن تخضع لتغيرات وتحديثات خلال الفترة المقبلة. خلال الفترة المقبلة من المتوقع أنه نسمع كتير من الجدل حول جوجل جلاس، وخصوصاً أنه مميزات هالنظارات لح تحدث ثورة بالتكنولوجيا ولح تخلق تحديات جديدة متعلقة بالخصوصية. عبير، بيكفي نعرف أنه أي شخص واضع نظارات جوجل ممكن يقوم بتصويرك بدون ما تنتبهي، بحركة صغيرة بس بعينيه أو برفة جفن. هيك حالي يمكن يكون عندي مشكلة مع جوجل جلاس ومع الشخص يلي لبسهم. يعني هون فينا نقول كمان إنه التكنولوجيا هي سيف ذو حدين، إنه عم يعطوكي هالتكنولوجيا، عم يعطوكي شغلات بعدها جديدة وبتقدري تعملي اللي بدك إياه فيها، ولكن بنفس الوقت عم تتدخل كمان بالخصوصية. طبعاً ما بقى في خصوصية، مثل بيعطوكي لابتوب بفوتوا على الكاميرا تبعه، بفوتوا على الايفون، بفوتوا على السامسونج، على الكاميرات، على التطبيقات، على المحادثات وعلى الدردشة. هيدا هو انه سيف ذو حدين. ختام حلقتنا مع خبر خاص بقطاع الطيران، حيث سجلت مجموعة ايرباص انخفاض بارباحها الاساسية ولكن باقل من التوقعات بالربع الاول من العام الحالي، وهالشي بعد ما نجحت نسبيا بتفادي التأثير الناتج عن انخفاض تسليم الطيارات. صرحت ثاني أكبر شركة للطيران بالعالم بعد منافستها الأمريكية بوينغ أن الربح التشغيلي بالربع الأول انخفض 4.6% ل 700 مليون يورو أو 963 مليون دولار، بينما كانت توقعات المحللين بتشير لتراجع 13.1%. وارتفعت نفقات البحث والتطوير أي ريسيرش أند ديفلوبمنت 18% لتوصل ل 727 مليون يورو بالربع الأول، مقارنة مع 617 مليون يورو بنفس الفترة من العام الماضي. بالمقابل ارتفعت الإيرادات 5% ل 12.6 مليار يورو، وكانت التوقعات بتشير ل 12.4. مع نتائج ايرباص بتكون انتهت حلقة بزنس ماج لليوم. نشوفكم بحلقة جديدة الأسبوع المقبل الثانية الساعة 10 على المستقبل. أرقام عن أرقام تفرق، بزنس ماج كل الأرقام الأساسية. باي.